يسرنا في دار أدال للدراسات والثقافة والنشر أن نقدم ونتابع معكم سلسلة اللقاءات رحلة في الذاكرة الإريترية. اليوم وعبر نافذة أدال البصرية نود أن نقدم لكم تجربة الأستاذ المناضل عبد الله حسن علي. في هذه الرحلة سنصطحب الزمان والمكان وما بينهما من تجربة. سنمرحل هذه السلسلة في مراحل زمنية مصحوبة بالمكان وما ترتب عليها من تطورات فيما يخص تطور رحلة المناضل الأستاذ عبد الله حسن علي. سنبدأ بتقديم ونحيي معكم الأستاذ عبد الله حسن. السلام عليكم أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك وأحيي أيضا عبرك دار أدال لإتاحة هذه الفرصة لي لأعبر عن تجربتي التي عشتها ولعلها تكون مفيدة، يعبر عنها قبل أن تحصل تطورات لأسباب عديدة جدا وقد لا تخلو أيضا من النواقص لأسباب عديدة، وثم ما في حاجة دائمة. وعليه أشكر دار أدال شكرا جزيلا، واتمنى ان شاء الله ان يكون هذا اللقاء لقاء مفيد للجميع. شكرا لاسترحابك بدعوتنا واستضافتنا لشخصك الكريم واللي بنعتز بها لما لها من تجارب ومراحل متعدده تضاف الى تجربه رجالات ونساء الثوره الاريتريه. أستاذ عبد الله، حنبدأ في البدء ببطاقة الهوية لنعرف المستمعين ولنوثق لرحلة ولادتك والمكان اللي اتولدت فيه والأسرة. هل حدثتنا عن الأسرة وعن الزمن اللي انت اتولدت فيه والوضع السياسي في تلك المرحلة؟ اسمي طبعا عبد الله حسن علي، من مواليد 1948 وموقع الميلاد عبد الريح. وطبعا الفترة دي كانت فترة بتاعت الانتداب البريطاني، وعليه بدأت المرحلة الدراسية في نفس عبد الريح. وطبعا العائلة عائلة كبيرة كانت تتكون من أقل من في ستة تقريبا، وكالعادة في مجتمعنا عندما يولد الطفل أول مرة يعني يخش الخلوة أو تحت والديه يبدأ في دراسة في القرآن. وأنا أخوي الكبير خش المدرسة، أنا زي ما قلت الفترة دا كانت فترة بدأت فيها المدارس، وأنا يمكن ما عمري ما كان يتجاوز بتاع ست سنة، وقلت ما أخذ من أخوي، عشان كده والدي قال إذا درس اللغة العربية ممكن القرآن بيدرسه، مشكلة ما في. عشان كده واصلت دخلت المدرسة مع أني كنت صغير، والمدرسة كانت تقريبا مدرسة وحيدة في عبد الريح، وكنا ندرس طبعا زي ما ذكر والدي اللغة العربية. ومن ما أتذكره الكتب اللي الكتاب اللي كنا ندرسه ونفس الكتاب اللي
كان يدرس في السودان، ذكر كتاب الأطفال اسمه حسن والبقر ولا يعني حاجات بالشكل ده، كتاب الأطفال اسمه. وافتكر ده كان يدرس هنا في السودان قبل الاستقلال. معهد كان تطبعه معهد بخت الرضا. معهد بخت الرضا. وفعلا بدأت الدراسة هناك، سواء كانت اللغة ولا غيره من المواد اللي كانوا يدونا. بعدين في المدرسة دي بالإضافة على الدراسة الأكاديمية في اللغة وغيره من الدروس، كانت في هناك فصول لدراسة المهن، التدريب المهني. التدريبات المهني. ده كان نظام إنجليزي أنه طالب يدرس وفي نفس الوقت يتعلم دراسة مهنية. كانت في ثلاثة أنواع من المهنيات، إسكافي، كان في معلم يعلم الإسكافي، والثاني برضو النسيج، والثالث خاص كان طبعا، مع انه هو بصفه عامه نسيج لكن زي نظام البطاطين وكذا اللي يصنعوه من الشعر بتاعت الحيوانات وكذا. ثلاثه معلمين موجودين، والواحد اي طالب برضو كماده بتاع الدراسه يختار واحد من دول، وبدانا كده يعني. طيب في العهد الانجليزي يختلف عن العهد الايطالي. العهد الإيطالي كان النظام التعليمي 4 سنين وفقط، ما بيعلموا أكثر من كده. ده معناه النظام الإنجليزي اختلف، جاء سلسلة مراحل اللي هي الابتدائي والإعدادي والثانوي. هل ده صحيح؟ والله برضو ده نفس المراحل. المرحلة كل مرحلة تأخذ أربع سنة لغاية ما تصل الثانوي. الإعدادي اللي هي الإلمنتري 4 سنة، وسطى بعدين ثانوي. أربع سنة كده كانت. من هنا يعني معناها في المرحلة الابتدائية بجانب أنه كنت بتتعلموا الدراسة الكتابية، كنت بتتعلموا مهن زي النسيج، زي الصناعات اليدوية والمهن الفنية الأخرى. دي المرحلة. هل تذكر المدرسة مين كان الناظر، مين كانوا المدرسين؟ وبعديها هنخش في الطلبة عشان نخش في الجو بتاع أنه المرحلة دي كيف اتكونت أنت، ومين اللي كان يقودوكم، ومين الإطار اللي أنتوا كنتوا تتعلموا فيه؟ ناظر المدرسة كان أستاذ عبد القادر من أصول صومالي، أستاذ عبد القادر. لكن طبعا من الناس اللي أصلوا يعني كل جذورهم في إريتريا، وبعدين معلمين كانوا أستاذ عبد الله محمد، وأعتقد دارس في الأزهر في مصر ولا حاجة بالشكل ده. بعدين أستاذ آدم، كنت أستاذ آدم معي. أستاذ آدم محمود هيابو. كنت ذكرت دول كلهم درسوني في المدرسة. وقرمدهن جرمدين هو المعلم بتاعت المهنة بتاعت الإسكافية. أوكي. وأستاذ فيلي بتاعت النسيج. أيوة. وموسى محمد اسمه بتاعت النوع زي البطاطين. بطاطين وكده نسيج برضه. معناها دي مهن ممكن أنت لو أنت ما خلصت الابتدائي أو ما استمريت ممكن تشتغل بمهنة على حسب. هل ده كان هو الشيء الشايع في السوق، الناس بتشتغل حاجة الحاجات زي دي زي النسيج وزي ممكن الواحد يستفيد منها؟ والله هي طبعا دي حاجات من الاحتياجات الأساسية للناس. وبعدين هم بدأوا الشيء ده مع بداية الدراسة، بما ناس في حوجة في ده يعني دائرين يبدأوا، وإلا 4-3 سنة ده يمكن واحد أول في العمر حاجات ده ممكن ما يكون على المستوى المطلوب، لكن يعني يخلوك انت تكون تقبل الحاجات، تكون مقبل تتعمل تتعلم الحاجات دي. ومساله المواصله ده طبعا شيء. طيب مع الزمن ده اللغه اللي كانت شائعه في التدريس ايه هي في المرحله دي؟ والله طبعا اول اللغات المحليه اكثر في المنطقه بتاعت الوزايده، لغه الساهو والتجرينيا، واللغة العربية برضو لغة إضافية في خلاوي، في مدرسة زي اللي قلت لك،
وحتى في ناس كانت برضو تمارس اللغة من الطلاب العربية. من الطلاب اللي انت تذكرهم في المرحلة دي تذكر بعض الطلاب والله اللي هم استمروا معك او قابلوك في عملك النظام؟ هو اصله ما في طلب استمروا معي، لان انا انتقلت لمسوى طوالي من دكه محاري، من عبد الغيح. عبد الغيح انتقلت لمسوى. لمسوى وبعد وفاة والدتي انا انتقلت مع اختي لمسوى. كانت هي متزوجة أو متزوجة في مزوجة متزوجة وأنا انتقلت لي مسوى. عشان كده الطلبة أول ما بتذكرهم كثير في الأمور ده. وبعدين انتقلت مباشرة بعد ما درست ثلاثة سنة الأخيرة بتاعت الإليمنتري ده أنا درستها في مسوى. أكملت المدرسة دي في مسوى. طيب معناها الإليمنتري اللي هو الابتدائي ما خلصته كله، خلصت الجزء الأول اللي هو ثلاثة سنين ومنها مشيت مسوى. فطيب دلوقتي حننتقل إحنا لمسوى. طيب ليه يعني عرفنا السبب أن الوالدة توفت، أختك موجودة في مسوى وهي متزوجة، فهي تبنتك أنك تكون معاهم. ودي في الأسر الإريترية يعني دائما معروفة أنه الأخوان والأخوات بيشيلوا بعض في رحلة أنه الوالد توفى أو الوالدة توفى. طيب مسوى حكينا عن تجربتك في مسوى. في مسوى زي ما قلت أول أكملت المدرسة اللي بسميها الإعدادية في منطقة اسمها عداقة. عداقة أحياء بتاع مسوى، عداقة ماركاتو حتوم لودون. في عداقة كانت في مدرسة إعدادية كملتها هناك. بعده انتقلت للوسطى. بديت الابتدائي كملت الابتدائي. كملت الابتدائي في عداقة. انتقلت لمدرسة الوسطى. الوسطى الميدل سكول. الميدل سكول. أيوة. ده في مدرسة طوالوت. مدرسة طوالوت. مدرسة طوالوت. أيوة. الإسلامية كان اسمها. أوكي. والمدرسة دي بنوها أيام المصريين الخيدويين. الخيدويين. كانوا المصريين. هي مبنية أساساً. أيوة. كده. أيوة. وتحديد كان يدرسوا فيها شنو على، لكن أكيد كان يدرسوا باللغة العربية. معروف أن مسوى. معروف. ما زالت الآثار التركية والمصرية القديمة من موجودة في المدينة. دي المدرسة اللي درست فيها الميدل سكول الوسطى. ولحد الفصل الثامن هناك في 4 سنة طبعا الفصل الثامن درست هنا. نوع المواد الأكاديمية اللي كنت تدرسوها في المرحلة دي؟ والله المواد الجغرافية، رياضيات، علوم، لغة إنجليزية، لغة عربية برضو موجودة، وتاريخ. الحاجات اللي المواد الأساسية في الوسطى درستوها. وفي إضافة حسب الوقت اللغة الإنجليزية قاعد الإنجليزية الرسمي في مادة أساسية الإنجليزي العربي كله. أيوة. اللغات. طيب برضو حنسأل نفس السؤال اللي سألناه في المدرسة الابتدائية، منو كانوا المدرسين ومنو كانوا الطلبة اللي تذكرهم؟ السبب شنو؟ أنه إحنا قاعد نتكلم عن هوية إنسان مرتبط بالحياة الأكاديمية، مرتبط ب الحياة الاجتماعية. فالأسئلة بتاعت الأستاذ والمدرس مع بنيتك وتطورك باعتبار أنك شخصية سياسية واستمريت في المسألة دي، أكيد هالمسألة دي حتواصل معك. في المدرسة الوسطى دي بتذكر في أنا نازل المدرسة اسمه افتكر عليم. والد عمر عليم. عمر عليم. عمر عليم الصحفي الإريتري السوداني المشهور في المنطقة العربية. والده كان نازل المدرسة. بعدين الأستاذ سليمان عباس. وبرضو كان في معلم اسمه محمد سعد. ومحمد نور أحمد أظنه كان. أستاذ محمد نور أحمد درسني في الفصل اللي كان باقي مني ده لتكملة الابتدائي في عداقة قبل ما انتقل للمدرسة دي. أيوة. محمد نور أحمد درسني في الله. ليه حس أنا النشيد اللي حفزني هو حافظ مذكرة يعني. اللي هو قد كان عندي بلبلا اللي تقول يعني. أيوة. قد كان عندي بلبلا يقفز من ذئاب. أيوة. وطار مني وأنا قال لي حريتي يعني. ده حفظتها بالايام ذاك ولا حسها. ودي ليها معنى سياسي. ليها معنى سياسي في حياتك. لا معنى سياسي. وبعدين حاجات في الكتب العربيه اللي كنا ندرسها موجوده. وطبعا ده كان ضمن منهج معهد بخت الرضا في السودان، واللي هو كان منهج اشرف عليه الانجليز في الفتره الاولى في بدايته. فشكرا انك ذكرت الاستاذ محمد نور احمد بقصيده
ارتبطت بيكم انتم وعندها علاقه بالحريه وبحلقه العصفور اللي عايز يخرج من القصر القفص الذهبي. طيب في تجربه الاعدادي ممكن تحكي لنا، لانه التطور السياسي بدا، انت قاعد تتكلم عن سنه كم؟ 62 63 في المرحله دي؟ والله اولا المدرسه اللي درسنا فيها الوسطى دي هي لحد الفصل الثامن، وفي مسوع ما كان في مدرسه ثانويه نهائي، ما كان في مدرسه، ما كان في مدرسه وسطى فقط، وسطى فقط. بعده اللي انتقل لاتجاه ثاني اسمر ولا غيره يواسر، هو ما يقدر ينتقل ولا عنده يعني برامج اخر بطريقه دي يعني. وبعدين مش دوا بس يعني، يمكن من ما بدات المدارس الثانويه المدرسه دي يمكن ثلاث اربع سنه ما في حد فات منها لمدرسه ثانويه يعني، ما جاب النسبه اللي تمكنه يواصل الدراسه. عشان كده من الحاجات اللي بتذكرها من الجو اللي كان سعيد في الفتره ده، نحن اللي انهينا الفصل الثامن قمنا ونقدم شكوى وزارة التعليم، كان هناك مكتب لوزارة التعليم في مسوع، وزارة التعليم مشينا فيهم نشكو بالنقص اللي تعانيه المدرسة دي بعدين ثلاث أربع سنة ما في حد طالب واحد، مع أنه ما في مدرسة ثانوية لكن العندنية يقدر يواصل إذا كان نجح وإذا كان مؤهل عشان يواصل المدرسة الثانوية. ومن ما أتذكره معلم مثلا بتاعة العلوم في يمتلك الكتاب، والمعلم بس يمتلك الكتاب، الطلبه ما عندهم كتب، الطلبه ما عندهم كتب على الاقل في مدارس الثانيه، ما نقول كل يعني ثلاث اربع طالب كتاب واحد، لكن المدرسه دي بصراحه يعني كان عندها معاناه، ونحن قدمنا شكوى بالحاجات دي لكن ما في حاجه حصلت. المهم فصلنا مرتين ثلاثه نتراجع فيهم وقالوا لنا هو نحن حنشوف حنقدم حنفوت، وانتوا عندكم الرغبه انكم تواصلوا في الدراسه وعايزين تتعلموا. ايوه اساسا نحن انهينا خلاص ما في حاجه، لكن المسير ده اللي قاعد يجابه الطلبه بسبب عدم اهتمام بالمدرسه دي، ده اللي خلانا نحن في اخر السنه بتاعنا نقدم قدمت الشكوى ده وكده. انا حقيقه من الاشياء اللي بتذكرها كنت عملت حوار مع الاستاذ احمد عمر. الاستاذ احمد عمر كان اشار لي انه المظاهره اللي تمت دي في مصوع كانت مظاهره يعني اثرت كثير جدا وسط المدرسين، يعني انتم ما قدمتوا به من رفض وطلبت، قدمتوا مكتوب على ما اعتقد مش كده؟ اي مكتوب قابلناه برضه مشينا في المكتب ده يعتبر شكل من اشكال الاعتراض التعبير السياسي طبعاً عن حقوقكم كطلبه، ما عندكم كتاب، فرصه الدراسه تقيف فقط في الاعدادي، الثانويات موجوده فقط في العاصمه، ودي ما في ما يعني مش متاحه لكل الناس ان تمشي تدرس في المدرسه دي، فدي المرحله الوسطى. طيب احنا انتقلنا من من عد قيح في الدراسه الاوليه الى مصوع، ودي برضه رحله في حد ذاتها جغرافيه في الدوله. مشيت انت مصوع ما في دراسه ثانويه، عملت كيف؟ والله انا كنت عندي نيه واصل الدراسه، وبعدين عشان الدراسه زي ما قلت ما في مدرسه ثانويه ولا حتى اذا الاعاده ما بتنفع يعني. ايوه وحاولت انتقل لاسمره واعيد الفصل الثامن عشان اقدر اجيب النسبه اللي تمكنني مواصله المدرسه الثانويه، لانه في 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 اسمره كان في خالي وكان في اعمامي، وانتقلت هناك وعدت المدرسة الفصل الثامن في مدرسة الخيرية الإسلامية. قبل ما نصل المرحلة قبل ما نصل المرحلة دي كنت ذكرت لي في واحنا بنعدل البرنامج انه وانت في مصوع مع انكم عندكم التجربة النضالية دي اللي هو تقدموا فيها مطلبية انه يتم فيها الكتاب، يتوفر الكتاب للطالب، وفي نفس الوقت مسألة الدراسة الثانوية، كنت حكيت لي عن قصة زوج أختك كان موجود وكان برضو عنده النفحة الوطنية موجودة، ممكن تشير للمرحلة دي؟ نعم، مع الانتقال إلى أسمرة زوج أختي اللي كان يعمل في شركة القطن، شركة القطن كان يمتلك الإيطالي اسمه كشاني، كشاني أوكي أفتكر حسن كان عنده الزراعة كلها كان ماسكينها الإيطاليين في هذه المرحلة.
احنا كنا ساكنين في نفس عفوا اريتريا في اللحظه دي كانت بصدر قطن. اي طبعا. أوكي. طبعا. أوكي. القطن ده انا حسب ما اتذكره كان يجي من اتجاهات مرسى قلبوب مرسى تكلاي اتجاه الساحل ده. ايوه من ناس دوق اللي هو قير الساحل ده يعني يزرع قطن على قدر برضه كان ويجب يعني عبر عبر الجمال وكده. ايوه وحين في المصنع الحلج بتاع تم الحج ويعملوه تقول ده باكن باكن يعملوه وكده تعبية وكان يصدر يصدر ده يصدر طوال. طيب احكي لنا عنه عن زوج اختك. ايوه هنا يعني زي ما قلت الاخت ده كان شغال هنا وبعدين طبعا كان عنده ارتباط مع الحركه الثوريه اللي كانت ماشيه في بدايه الستينات تستنكر الاحتلال الاثيوبي. الاثيوبي هنا هم خرقوا الاتحاد الفيدرالي ونزلوا العلم الاريتري الشيء ده طبعا الناس ما كانت مرتاحه من الشيء ده. وهنا هو اتفق مع المجموعة كانوا فيه من البوليس الإريتري في مسوعة. أيوة. برضو ما مرتاحين من الحالة اللي كانت. أيوة. وقرروا بكل أسلحتهم يطلعوا للميدان. أيوة. اللي كان يقودوهم الشهيد محمد سعيد شمسي ومجموعة محمد سعيد شمسي. أيوة. ناصر عمر ناصر. أيوة. دول اللي كانوا مسؤولين بتاعة المركز. طبعا خططوا مع كل الأسلحة كانوا في البوليس الإريتري. كانوا في البوليس الإريتري. البوليس الإريتري. البوليس الإريتري طبعا التحاقهم مع بداية الثورة من بداية الثورة برضو التحقوا طبعا بسلاحهم. دي كانت ظاهرة كانت موجودة في كل مكان. احنا كنا نسمع في الأول طبعا أنه الأورطة الشرقية الناس اللي كانوا موجودين في السودان اشتركوا في الكفاح المسلح والمجموعة دي برضو اللي هي اللي كانوا في البوليس. أيوة. الإريتري شاركوا في اللي كانوا في الجيش السوداني طبعا معروفين. أيوة. نفس الشيء اللي كانوا في البوليس الإريتري دول انضموا لأسلحتهم وده كانوا يلتحقوا من مراكز مختلفة. أوكي. والأخت ده من الناس اللي هم كانوا طيب عسكريين اللي هم بوليس. أيوة. يمكن عدد ما كان قليل بنفس العدد برضو من المدنيين. أيوة. اتفقوا معاهم وراجل اختي طلع في معاهم حس ده يا من انتقلت لاسمره. أيوة. وفعلا الشيء ده طبعا عنده تاثيرات يعني عليك. اولا الظلم الباين ده في دراساتنا في عدميه حاجات ده وبعدين بنسمع نزلوا العلم حصل كده وحصل كده وجدال حصل بين اعداء البرلمان الاريتري طبعا. أيوة. البرلمان الاريتري من بيوتهم جابوهم بقوة وفرضوا عليهم خطاب سوري كده. أيوة. وقالوا غررنا دم إريتريا إلى أمها إثيوبيا كده كانت يعني. أيوة. لكن في كانت في مقاومة استنكار كان. أيوة. في أعداء البرلمان. أيوة. أمثال عثمان هندي. أيوة. محمد عمر أكيتو. أيوة. الممثل كان بتاع دنكاليا. أيوة. وفي السهاغاندي. أيوة. اللي كان من دائرة بتاعة ضواحي أسمر. أيوة. دول حسا يعني كانوا وطنيين. أيوة. كنا نسمع اصواتهم والدعايات بالإضافة على كده راجل اختي الساكن معاه ده طلع في الجبهه عشان كده تاثير. أيوة. التاثير كان مباشر جدا يعني اولا مصوع قيادات الوطنيه كانت مشاركه في نفس الوقت انت ذاتك عندك الغضب بتاعك الموجود في الاضطهاد الموجود للطالب في المدرسه ضاف عليها تجربه زوج اختك فتراكمت هذه المسائل ودفعتك وانت ماشي يعني من داخل اسمره بروح ثوريه. ايوه وطبعا في خلفيه هنا العائل ذاته في العائله ذاته دائما في حكايات انه الاثيوبيين ابدا من الاباطره والامراء الحملات اللي كانوا يعملوها يوهانس الاولى والمقاومه اللي كانت دليل. طبعا الحوائل بتحكيها بتحكي الحاجات دي بتحكي الحاجات دي وبعدها بعد الفيدرالية أيضا هو الظلم اللي حصل ده برضو نفس الشيء بيأثر علينا وبعدين في كان السياسي أول سياسيين اللي كانوا في البرلمان وغيره اللي مصر ناس إبراهيم سلطان الشيخ إبراهيم سلطان والد أبو ولد مريم. أيوة. وكانت في إذاعة. أيوة. باسم الإريتريين تتكلم كل الأشياء دي طبعا كونت الوعي الوطني. دفعتك ومباشرة زول اللي متولي متألي أمرك سهل دخل الكفاح المسلح. أيوة.
فهل تذكر الفترة الزمنية عشان المشاهد يتابع هذه المسألة؟ والله دي سنة يعني نتكلم في العهد الأول تنين أواخر 62 أول الخروج بتاعة البوليس الإريتري من مسوعة كان 62 فكر شهر 12 حاجة بالشكل ده جميل. وأنا انتقلت برضو معناها بداية 63 انتقلت أنا لأسمرة أيام اغتيال بتاعة المسؤول البوليس في إريتريا تل عقبيت. تل عقبيت أنا في الفصل الثامن عيد في مدرسة بينوفيلنت المدرسة الخيرية. أنت دلوقتي في أسمرة تل عقبيت تم اغتياله طبعا ده تل عقبيت كان يعتبر زي كأنه وزير الدفاع في المرحلة دي إذا كان مسؤول البوليس ما كان في جيش إريتري لكن كان في بوليس إريتري وكان أعلى رتبة عسكرية هو كان منحاز مع الإثيوبيين وكان يتعاون وغيره لكن في النهاية الإثيوبيين طبعا هو إريتري ما كان وما أمين وهم اللي اقتالوه يعني وقالوا قتل نفسه وكده اتآمروا عليه الإثيوبيين اتآمروا عليه وقتلوه لأنه هو كان انزال العالم الإريتري وبعده مسألة إلقاء الفيدرالية وهو ما كان مرتاح منه وكانوا طلبوا منه انقلوهم الناس اللي ذاتوا العملاء اللي ساعدوهم في كل الأشياء دي أمروهم ينتقلوا لأديس أبابا اسمه ولد ميكائيل اللي كان طوال شالوه العقبيت رفض يمشي وحتى كان عنده نوايا يعمل انقلاب واتصل مع سفارات كانت في لكن ده طبعا حاجة بعد دي إيه معلومات مهمة حتى اتصل مع الجبهة مع الحركة مع الآية كان بدأ مع الحركة اتصل لكن ما يقدروا يسدوا مبارح اللي كان يعذبهم وكان يعني عانى الإثيوبيين في فأنت بتتكلم عن ظروف أنا الكلام ده من ما عذبتونا والسجون ده خليناه ما نعرف حاجة يقول لي الواحد لما يتصل معه مشكلة عشان كده تل عقبيت نفس المهم أيام اغتيال تل عقبيت أنا في القسم الثاني فحادثة تل عقبيت البرلمان أعضاء الحكومة الإريترية بعد الفيدرالية غصبا عن إرادة الشعب الإريتري ذهاب كثير من الوزراء لإثيوبيا تل عقبيت محاولة أنه يحاول يقاوم دي كلها الصورة دي أثرت في مخيلتك فعلا عندها تأثيرات وعيك السياسي فعلا عندها تأثيرات طيب أنت في أول ما جيت مصوع من مصوع لأسمرة جيت عشان تبدأ المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة الثانوية طيب حنحاول نوقف عند هذه النقطة ونعيد الحوار في المرحلة الثانوية ودي مرحلة طويلة في تجربتك إلى أن نلتقي بكم نستودعكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلطة هذا أمة الاحتكارات دول الملوك يعني ملوك فأنتوا درستوا في مدارس ملوك زي ما يقول عليها وبعدين كانت في تنظيم بتاعت مظاهراتي بعض الأحيان أنا هنعمل مظاهرة ضد الإثيوبيين تجاوب في طوالي يعني كل ثانويات طوالي ايوه المناطق كان منطقه الاولى والثانيه والتريتري مقسمه على خمس مناطق عسكريه واسلنا العمل ده لانه جانا المندوب السياسي اللي كان بتاع المنطقه الخامسه اللي قلت عليك اللي هي حوالي اسمره ده مين هو جيلاي جرماجي لا او شهيد جيلاي